ولكن لا تخاف يا يحيى، لن أعود إليها، لن أعود إلى الوزارة ولو عدت إلى بئري، بل سأتركها لك وأنظر إليك وأنت غارق في لجج الحفر والإبطان. سأعيدك إلى ما كنت عليه أيام أبي المهدي رحمه الله. لقد كبرت وضعفت يا مولاي، وإني أستأذنك في الذهاب إلى مكة لأقضي بقية حياتي هناك. لك ما تريد يا يعقوب، لك ما تريد. أعطوه 100,000 درهم وهي له قافلة تأخذه إلى مكة. أشرف أنت على خدمته. أكرموه. يعقوب، هيا.